هنروح مع حضراتكم للحدود المصرية اللي شهدت هجوم لأسراب من الجراد الصحراوي جاية من السودان. طبعا الجراد ده بيمثل خطر كبير جدا على المحاصيل الزراعية، عشان كده بيتم التعامل بشكل مكثف لمكافحة أسراب الجراد. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية. صباح الخير على حضرتك. أهلا أهلا بك، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المصريين. صباح النور. يعني ايه طبيعه الجراد اللي دخل الحدود المصريه، وايه هي اضراره اللي تم رصدها، وليه بنتكلم النهارده انه بيضر المحاصيل كمان؟ يعني فهمنا اكتر يا فندم. حضرتك، الجراد الصحراوي من الحشرات العابره للحدود، وهو موجود في المناطق القاحله وشبه القاحله اللي بتبدا تزداد اعداده مع توفر الظروف من نسبة رطوبة وتكون العشب الأخضر. الفترة دي هو الموسم التكاثر الشتوي الطبيعي للجراد في معظم بلدان العالم، وكل بلد بتتم بمكافحته، لأن في الوضع المتوتر في السودان كان سبب في أن أعمال المكافحة هناك تتراجع شوية، وعشان كده تكونت بعض الأسراب وبدأت تدخل إلى الحدود المصرية، وتم رصدها أول بأول والتعامل معها. بيضر المحاصيل إزاي يا فندم؟ الجراد بيأكل أي مادة خضراء، بس إحنا بنحب نطمن يعني المصريين، وبنطمنكم إن هو موجود في المناطق الصحراوية ولم يتعداها. وفرق مكافحة الجراد، الإدارة العامة لمكافحة الجراد، عاملة له عملية حصر في الأراضي الصحراوية، وهو يعني لم يأتي على أي محصول ولم يتعدى بعض الأودية في المناطق الصحراوية في منطقة الشلاتين يعني. طيب هل بيكون ليه استعدادات مختلفة يا فندم؟ يعني احنا عارفين دكتور أحمد إنه دلوقتي ده موسم التكاثر مثلا أو موسم الهجرة بالنسبة للجراد، فهيجي يدخل على الحدود وبيدخل طبعا من الأماكن الصحراوية زي ما حضرتك ذكرت. بما اننا بنبقى عارفين، بيكون عندنا استعداد مسبق مثلا، ولا بنستنى لما يبتدي يدخل ونبتدي نتعامل معاه؟ لا، الاستعدادات على مدار يعني السنه من خلال القواعد الموجوده في منتشره في جمهوريه مصر العربيه كلها على ساحل البحر الاحمر وفي العمق الداخلي، ودايما في عمليه مسح واستكشاف لوجود اي حشرات. يعني الفترة دي أنا عارفين إن من الممكن إنه يكون فيه موسم تكاثر، ففي استعدادات خلال الفترة دي من آلات رش متواجدة، من سيارات، من فرق مسح واستكشاف، علشان لو في أي حاجة بتتعامل معها أول بأول. وإلى الآن الوضع تحت السيطرة، ما فيش أي مشكلة خالص الحمد لله. يعني ما فيش خسائر نقدر نقول؟ لا خالص خالص. طب هل في انواع للجراد؟ هو ما اتحركش خالص من المناطق الصحراويه يعني. طيب كويس. هل في انواع للجراد؟ كلمه خسائر دي يعني هو لم يتعدى المناطق الصحراويه الى الان. تمام. هل في نقدر نقول انواع للجراد، منها الضار جدا او المؤذي جدا، والانواع اللي تم رصدها ايه هي يا فندم؟ هو في انواع من الجراد، في الجراد الصحراوي وده اللي هو اخطر انواع الجراد، لانه جراد بيتنقل من البلاد وبيتكاثر بكميات هائله. ده اللي هو اللي لونه جداً اصفر زي اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي. دي مرحله من مراحل نموه، دي مرحله من مراحل نمو الجراد، يعني الالوان دي مرحله من مراحل النمو بتاعته. طيب هل بيؤثر يا فندم، عشان نكون فاهمين بس الصوره اكتر، هل ده بيؤثر على كل المحاصيل الزراعيه ايا كانت؟ هو بيأثر على المحاصيل، بس هو لا ما 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 دخلش على اي مفهوم محاصيل. مفهوم. احنا يعني محجمينه في المنطقه الصحراويه، تمام. لا الرساله وصلت بالنسبه لتحجيمه عند المنطقه الصحراويه وهو ما دخلش، لكن عشان احنا نكون فاهمين اكتر، الجراد بشكل عام زي ما بنقول كده بياكل الاخضر واليابس. بالظبط. يعني اي نوع من المحاصيل الزراعيه بيتاثر بوجود الجراد. هو بيتغذى على اي نباتات خضراء. طب حضرتك تاني بنأكد ان تم حصره وتحجيمه، لكن في حال يعني عبوره لاي مناطق صحراوية، مناطق فيها محاصيل، هل في استعدادات خاصة مثلا؟ طبعا في استعدادات موجودة في حال تحركه، وان شاء الله يعني احنا الى الان
حاصرينهم في المناطق دي، واحنا بنطمن ان مفيش اي تحرك عن منطقة الشلاتين او دية الشلاتين في الصحاري، وانه لم يتطرق الى داخل البلاد او الى مناطق زراعية. عظيم جدا. بشكل عام يا دكتور احمد، المزارعين بيكونوا عارفين بعض يعني الطرق اللي ممكن يتعاملوا بيها لا قدر الله في حال دخول الجراد؟ يعني احنا بنكون متواجدين جنب المزارعين، بس يعني احنا طبعا يعني المزارع هو اصلا مش حاسين ان في حاجه. عظيم جدا. يعني احنا بنتعامل بقالنا شهر ومش حاسين ان في حاجه، ودي دلاله على ان الامور يعني تحت السيطرة الحمد لله، وإن شاء الله تظل كده. شكرا جزيلا دكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.